مش كل الحشرات اللي ممكن تقابلنا في غرفة النوم نشك انها حشرة البق، وفي الحقيقة الناس معذورة، وده لان حشرة البق من اكتر الحشرات اللي بيصعب مكافحتها بوسائل المكافحة. كمان حشرة البق من الحشرات اللي بتسبب مشاكل صحية ومشاكل ازعاج لسكان المنزل بصورة كبيرة، وبتختلف عن باقي انواع الحشرات الاخرى. ده السبب اللي بيخلي الناس بمجرد ما يشوفوا حشرة جوه غرفة النوم او موجودة على الفراش فبيشكوا بسرعة انها ممكن تكون حشرة البق. ودي حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن اكتر حشرة بتشبه لحشرة البق، بحيث لو حضرتك شفتها في غرفة النوم او لو شفتها على الفراش او على السجاد فتعرف مصدر الحشرة وتعرف حقيقتها وقبل ما تظن او تشك انها ممكن تكون حشرة من حشرات البق. اكتر حشرة بتشبه لحشرة البق هي خنفساء السجاد، زي ما انتم شايفين تقارب الشبه بينهم وبين حشرة البق بنسبة كبيرة. كمان خنفساء السجاد ممكن تتواجد في نفس أماكن ظهور البق، وده لأنها بتتغذى على الأقمشة والسجاد والملايات، ونقدر نشوفها على السرير وفي الأرض جنب السرير في نفس مكان ظهور البق. لا تضر الإنسان ولكن تسبب ضرر للممتلكات المنزلية ولازم مكافحتها. بتتغذى هذه الخنافس على المواد العضوية مثل الصوف والبطن والبلود والفر، حتى بقايا الطعام بتتغذى عليه حشرة خنفساء السجاد. ايه هي الطرق اللي يكافح بيها حشرة خنفساء السجاد والتي تشبه لحشرة البق؟ اول حاجة الرطوبة، لازم نعالج الرطوبة في المكان، لان الرطوبة بتساعد الخنافس على التكاثر والانتشار. تنظيف وتطهير وتجفيف السجاد والمفروشات بصورة مستمرة، رش المبيدات الحشرية والخاصة بالحشرات الزاحفة بصورة دورية في المكان لقتل أي نشاط لخنافس السجاد في البيت. كده يا جماعة وصلنا لنهاية الحلقة وعرفنا إيه هي الحشرة التي تشبه لحشرة البق، وكمان عرفنا طرق مكافحتها. وصلنا لنهاية الحلقة، بتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. كان معكم أحمد رمضان من قناة كوكب الطيور والحيوانات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kumma kumma kumma